لاعب حفر اسمه الأحرف بالذهب في تاريخ نادي هو أصلاً كله تاريخ. يا جماعة دخلت متحف هذا النادي قبل سنتين تقريباً وأذهلني ما رأيت، شيء لم تجد له مثيل في كل العالم، سواء حبيت ريال مدريد أو ما حبيته، شئنا أم أبينا، فتاريخياً لا أحد يقارن بنادي القرن ريال مدريد. ولذلك أقول إن راموس سجل اسمه في سجل الأبطال العظماء لأعرف وأكبر نادي.